مرحبا بكم في فقرة علومكم. أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميم خاص بموعد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لهذا العام، والتي ستبدأ من 29 من رمضان وحتى 3 من شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. عقدت شرطة أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات ورشة عمل حول حماية وتأمين مشروع قطار الاتحاد للركاب بالتعاون مع الشركاء. تناولت الورشة رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وجعل الإمارة واحدة من الاقتصادات والمجتمعات الرائدة، كما ركزت على إبراز دور قطار الاتحاد والاهتمام بتأمينه وفق رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي. دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع منتفعي المناطق السكنية والصناعية إلى عدم ممارسة الأنشطة التجارية بدون ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة حفاظاً على السلامة والصحة العامة في الإمارة. جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي استمرت 6 أيام. ودولياً، تستمر جهود الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملة جسور الخير، أحد أهم صور دعم دولة الإمارات للشعب السوري الشقيق، من خلال عدة برامج رمضانية، منها توزيع 1000 السلال الغذائية من المير الرمضاني وإفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد في المناطق الأشد تأثراً بالزلزال. شكراً للمتابعة.